بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل بارك الله فيكم ما حكم شخص الذي يدعي الإسلام لكنه يقع في شرك أكبر وهو جاهل، هل نعتبره مشركا؟ مثل ماذا يمثل للشرك الأكبر؟ لا لم يمثل مع الأسف، وهل له عذر بجهله؟ جزاكم الله خير ووفقكم. الذي يقع في الشرك ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم ينقض ذلك بالذبح لغير الله أو النذر لغير الله والاستغاثة بغير الله، كمن يتعلقون بأصحاب القبور ويستغيثون بهم ويذبحون لهم وينذرون لهم ويقدمون لهم القرابين ويدعونهم من دون الله، فلا شك أنهم مشركون. قال الله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ويقول عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فإن مات على ذلك فإنه يموت مشركا، لا يعتبر مسلما ولا يدفن في مقابر المسلمين، ويترك أمره وعذره إلى ربه، لكن هو نحن نحكم عليه بالشرك إذا مات على هذه الحال.